السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أخواني، مستمرين وياكم بتقديم سلسلة دروسنا التعليمية. درسنا اليوم راح يكون يعني على مستوى متطور. درسنا اليوم راح يكون عن كيفية التحكم بالمايكروتيك عن طريق سطر الأوامر، يعني أنا كيف أديره من خلال سطر الأوامر، يعني بدون ما أتعامل وياه من خلال الوين بوكس. إحنا مثلا نعرف شركة مايكروتيك هو كنظام مبني على نواة لينكس. لينكس احنا مثل ما نعرف انه صعوبة التعامل وياه كله راح يكون عن سطر الاوامر، تمام؟ لذلك سوونا الوين بوكس اللي من خلاله انه اني ممكن ادير الجهاز ببساطة وحتى يسهل لي كل شيء. لكن اني بعد فترة عندي النيتورك راح يتطور، راح يصير عندي داتا سنتر بمحافظات اخرى، فيضطر انه اني ما راح اقدر اوصل لها الا عن طريق النات والبورت وتحويل على الاي بي حتى اقدر اوصل لها جرافيكال. لا، اني ممكن انه احتاج اتعلم انه ادير الجهاز من خلال سطر الاوامر حتى ما ادخل بهاي التفاصيل واقتصر من الوقت. فهسه احنا حاليا راح ننطي الجزء الاول من ادارة الجهاز من خلال سطر الأوامر. طبعا بالمناسبة انت اذا لازم بالبداية تعرف تتعامل مع الجهاز من خلال الوين بوكس حتى تكون عندك تفاصيل بكل التول الموجودة، كل تول شنو بيها، تمام؟ حتى تجي تدير الجهاز من خلال سطر الأوامر بالبداية راح تعاني صعوبة، لكن ان شاء الله من كثر الممارسة ما راح يصير عندك اي مشكلة بالتعامل مع الجهاز. فخلي بس يشتغل ويانا النسخة. إذا مثل ما تتباوع عندي راح يفتح بهذا الشكل، تمام؟ كلمة الدخول مالته آدمن، افتراضي يا ادمن. طبعا انت اذا مخلي باسورد بالجهاز فاكيد تكتب الباسورد مالك. هسه لنفرض اني اريد اعرض كم ايثر اني موجود، الانترفيزات اللي عندي كم واحد بالجهاز، فاجي انترفيز بس مجرد ادوس تاب راح يكمل لي الكلمه انترفيز برنت بي ار. مثل ما تتباوع عندي انترفيزات اثنين، ايثر واحد وايثر اثنين، تمام؟ اني اليوم شو اريد اسوي؟ اجي اعرض معلومات الايثر واحد، فاجي انترفيس مثلا ايثر واحد برنت، هسه طلعنا الايثر نت. هسه مثل ما تتباوع الايثر نت برنت عندي ايثر واحد وايثر اثنين، اجي لي قامت الانترفيس اللي هي امامك اسوي لها برنت اللي هي هاي امامك، تمام؟ بس لما اجي على انترفيس وادوس تاب ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي كل الادوات اللي موجودة اللي سوري اللي تابعة بالانترفيس. فابسط شيء يعني انا مثلا هسه طبعا احنا اذا نجي للحقيقه اللي هي هاي قائمه الانترفيس، خليه يفتح ويا الجهاز. مثل ما تتباوع كجهاز هو عندك راح يفتح بهذا الشكل، فلما اجي للانترفيس، الانترفيس هاي القائمه اللي راح يحوي لي اياها كلها. لما اجي هنا لما اجي هنا نفس القاه اسوي له برنت راح اشوف هاي النقطتين اللي امامك، نقطتين ترجعنا لوين؟ ترجعنا الى القائمه الرئيسيه، يعني نطلع من قائمه برنت. اريد هسه مثلا انطي اسم الايثر واحد، فاجي انترفيس ايثر واحد سيت استخدم نيم ادوس تاب
ايثرنت راح اسميه مثلا احمد، النمبر رقم الكارت يا ايثر انا عندي مثلا ايثر واحد، تمام. هسه لما اجي على ايثر واحد شنو صار عندي؟ صار عندي اسم احمد، تمام. لما اريد ارجعه على نفس الاسم اقول ايثرنت انترفيس سيت نيم ايثر واحد، ترى ايثر واحد انا ما اريد اعدل، او رقم الكارت ماكو مشكله، نيم ايثر واحد زيرو. تعرف هساني مثلا راح اقول انترفيس ايثرنت برنت، تمام. رجع اظهر لي اياكم. هسه مثلا انا اريد اطفي، اريد اسوي ديسيبل للايثر اثنين. مثلا انا عندي لوب اليوم دا يصير اللوب انه دا اشوفه اني على ايثر اثنين، فايش راح اسوي؟ راح اسوي له ايثرنت شنو؟ ديسيبل، شوف المنو ايثر اثنين. هسه من اقول انترفيس ايثرنت برنت بتباوع هذا الاكس صار ديسيبل. لما اريد افعله اقول له انترفيس ايثرنت، تمام، ايثرنت شو اقول له؟ انيبل، انيبل النمبر مالته مباشرة اجي من النمبر مالته واحد. بالسهم ارجع اسوي اشو اباوعها، رجعت اشتغلت عندي. طبعا احنا اليوم كدرس راح يكون فقط على الانترفيس، بعدين ما اريد نصعب عليك التفاصيل. انا اليوم اريد من ضمن اعدادات هسه نرجع لي الانترفيس اريد مثلا اسوي مونيتر، مونيتر ترافيك على ايثر واحد وايثر اثنين، مثل ما تباوع هذا الترافيك ده يقرا لي على ايثر واحد على ايثر. كنترول سي ارجع لي ارقام الرئيس، اريد ارجع اسوي انترفيس شنو؟ ايثرنت. ايش راح اسوي اذا تتباوع ايثرنت شنو؟ مو مونيتر انا راح اسوي، مثلا انا اريد اسوي من هاي الاعدادات اريد اسوي كوميت، كوميت مثلا انا هذا اليوم اريد هذا ال الايثر راح انطي كومنت مثلا احمد بيسي، النمبر زيرو هذا الايثر واحد. هسه لما اجي هنا راح اجي القى بالكومنت الى احمد بيسي، تتباوع. اذا هاي فكره اولى. الفكره الثانيه انا اريد اباوع الانترفيس ايش قد يقرا الايثر مالته، يقرا مالته مثلا هذا نخلي بي كيبل، فاريد اتشيك الايثر ايش قد يقرا 110، فاجي اقول له انترفيس ايثرنت مونيتر زيرو ده يقرا لي 100 ميجا. الاخوه اللي يشتغلون بشركات الانترنت هاي ملاحظه تفيدهم جدا، دائما انا اتشيك الايثر ايش قد يقرا، حاليا ده يقرا عندي 100 ميجا، تمام. هاي الاعدادات مالت الايثر اللي هي هاي نفسها، هذا الايثر هذا الستيتمنت تتباوع. اذا نجي نفرض اني اريد اسوي فيلان انترفيس شنو؟ سيت فيلان انترفيس فيلان
دوس تاب شنو عندي؟ بس دوس تاب راح يطلع لك التفاصيل. انا اريد اسوي فيلان فاكيد انطي اضافه جديده اد شنو؟ مثلا انا تيهت اد شنو؟ راح ارجع ادوس تاب طلع لي التفاصيل كلها. اد نيم مثلا فيلان فيلان 10 والفيلان اي دي مثلا لنفرض 4 والانترفيس هاني نفرض اريد اخليه على ايثر 2. اذا اجي هسه لي قام اذا للجهاز راح القى الفيلان عندي الضاف يعني من عدة ماكو مشكلة. راح اسوي انترفيس هسه احنا هم مو مشكلة هسه يتأكد انه هو انضاف لو لا. اذا اجي اتأكد من شغلي طبعا انا علق عندي ال البرنامج كله مثل ما تتباوع نضاف عندي الفيلان 10 الفيلان اي دي 4 على ايثر 2. هنا كذلك انا من اسوي انترفيس فيلان برنت راح اجي اباوع القى موجود. كذلك اذا اريد اطفيه ماكو مشكله انترفيس فيلان بس لازم احنا ننتبه فيلان ايش قد فيلان 10 ماكو مشكله فيلان disable على رقم الكارت اللي راح نعرفه disable شقد 0. لما اجي اكتب انترفيس vlan print راح القى disable. لما اريد افعله بكل بساطه vlan enable 0 تفعل عندي اكيد. اذا لهنا ينتهي درسنا من التعامل مع راوتر مايكروتك كجزء اول للسلسله طويله جدا، لكن كل يوم نسوي لنا فالدرس لحد ما ننهي هاي السلسله. لهنا ينتهي درسنا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.